السلام عليكم. اليوم شي ودنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم معكم واحد العشاء اللي غادي يكون على الخفيف، غادي يكون سريع ان شاء الله. هنايا واحد الشوربه اللي معروفه الصعيد المغربي المحمصه، اللي كتكون رقيقه، اللي غادي نوريكم كيفاش نصوبها. رفعت ليا منزلها لكم، وكاينين متتبعين جداد دخلوا جداد ما طاحوش فيها. هنا كناخذ واحد تقريبا الكميه ولا العدد ديال اللي غادي نستعمل ليا المحمصه. هنا خديت الماء طيبته الاول، اولا ديروه في ديك الطاوه حتى كيغلي مزيان، ومن بعد كنضيف عليه واحد البصله اللي مشلله. تقريبا هنا دايره واحد لتر ديال الماء، ودرت معاه واحد البصله مشلله. هنايا بعد ما شللت البصله الرقيقه، درت داك الطوماط اللي كتكون ديال الكرتونه، اولا ديروا مطيشه بيوري اللي كتكون ديال ديك المثل التلفتلي اللي كتكون كتقلب تدي اللون اكثر، يعني غادي ديروا منها واحد المعلقه كبيره عامره. انا درت هذه اللي كتكون شي شويه ماشي قاصحه، درتها هذه الكميه تقريبا شي نص كاس اولا كاس الارض ديال المطيشه. هنايا درت طامه ديال البنه ديال الخضر، درت الابزار، درت سكينجبير، درت الخرقوم، وكذلك دابا درت الابزار، وهما داك الماء كيغلي قدامي. هنايا من بعد ما كيغلي غادي نقبط واحد الحفنه ديال القزبر اللي انا عندي في المجمد، الا كان طري حتى هو ديروه، والا كانت عندكم مثل الكرافس يمكن لكم ديروه. حاجه وحده انني انا ما ضفتهاش هنايا كنت نسيتها، انكم ديروا واحد الرشيشه ديال اللوزه كتجي معاها رائعه، اللي عنده يديرها واللي ما عندوش ما يديرهاش. كنخلي هذا الشيء كامل هكذا كيغلي كيطيب مزيان. صافي، وكندير الملح، ضروري الملح ننسمو به، داك يعطي واحد النكهه. بالنسبه للزيت كنديروش الزيت بزاف، كنديرو تقريبا هنايا دير واحد 4 المعالقات كبار ديال الزيت. صافي باش كتجي لذيذه وما كتجيش مدمه. خصاش لا صوب تكون دائما فيها لذام، اللي كيبغي الزبده يديرها واللي كيبغي الزيت يديرها. هنا ما كنضيفوش الزيت البلديه، فهذا انا كنضيف الزيت الروميه العاديه. صافي، هنايا هي دي كتغلي، شاده الغليه مزيان. دابا غادي نضيف لها السميده اللي غادي نرميها عليها. هنايا قبضت زلافه صغيره، تقريبا غادي نقول لكم واحد الكاس ونص ديال عنبه ديال السميده في طرود الماء، لان السميده كتنفخ، وحضيو راسكم معها، لان الا كثرتو كتشوفوا هكا المرقه ولا الجراوه غادي تقولوا راها مزيانه. لا، خاصكم تنقصوا بالكميه ديال الماء تكون كثيره على هذا، باش ما تجيكمش بحال العصيده. صافي، غادي نحاول اننا نخلي لها واحد التنفيسه باش ما نغطيهاش كلها. الا غطيتوها كلها راه غادي تفيض لكم، اللهم خليو واحد الشقيقه. هانتوما شفتوها بدات كتحل، وكت كل ما كتغلي كل ما كتنفخ وكل ما كيتزاد الحجم ديالها. هانتوما راه مازال ما طابتش، وانما راه بدات كتنفخ. صافي، هنايا منين غطيت عليها ما وليت حليت عليها، هانتوما شفتوها كيوجدات ثمن داك الكاس ونص في لترو ديال الماء، ولا حسيتو بها كي حيت راه كاينه من الغليظه وكاينه الرقيقه. انا كنجيب ديك الرقيقه الميته هي اللي كنحصل عليها هكا، وكاينه المتوسطه، حتى المتوسطه كتجي رائعه. وراني عندي واحد الرابط غادي نزلو لكم ديال هاد الشوربه هادي بالمحمصه الغليظه، كتجي غزاله بزاف. صافي، دابا هنايا وجدات ليا، غادي نجيب زلافه ولا جبانه اللي غادي نقدم فيها. كنخوي كتجي لذيذه بزاف، وتيقوني الناس اللي ما عمرهم ما داروهم. كاينه حتى اللي كتكون بالحليب، كاينه حتى اللي كتكون بالزعتر، وكتكون فليو وبزاف ديال بحال العشوب داخل. صافي، هنا كنرفقها مع طريفه الحامض على حسب الناس، كل واحد كيفاش كيبغي يشربها. بالنسبه لي انا كنديرلاش الحامض، بالنسبه للزوج ديالي كيدير لها الحامض. كنرافق هذيك لا سوب مع هاد البريوش اللي تتشوفوهم ديال الورده، اللي غادي تلقاوهم ان شاء الله، غادي يلتحقوا بكم الفيديو المقبل. اكيد تشوفوا كيجي الشكل ديالهم رائع. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. دمتم في امان الله، والى اللقاء، ونتمنى انكم تجربوها.